السلام عليكم. غادي نهضروا في هذا الفيديو هذا على الانترنت الاشياء، وغادي نحاولوا نتكلموا على الانترنت الاشياء من واحد الجانب، ناخذوها من جانب اكاديمي، لان الاكثريه ملي تمشي تقلب مثلا على الانترنت الاشياء، تقلب عليها في الانترنت تلقى بان الناس نيشان تتنقل من بارتي ابليكاسيون، تيبقاو يهضروا على لي زابليكاسيون بواحد الطريقه اللي كيف حتى تفرج في فيلم ديال الخيال العلمي، يعني هذاك الثلاجة بقات فيها ثلاثة البيضات وانتم أربعة في الدار، هي عرفت بأن راه البيض ناقص بيضة، وتتسالك لمول الحانوت وتتخلصو أونلاين وتتجيك البيضة للدار، تحس براسك بحال راه شي فيلم سيء الإخراج ديال الخيال العلمي. كنا غادي نحاولو أن حنا نتناولو هذا الموضوع هذا بطريقة أخرى، ديالنا غادي نفهمو بأن الإنترنت الأشياء من تيتكون، دونك عندنا واحد البارتي اللي هي الهاردوير، عندنا واحد لابارتي اللي هي الريزو، عندنا واحد لابارتي اللي هي السيرفيس، هاد لا ديرنيير بارتي هادشي كامل تيعطينا واحد لابليكاسيون سمارت ابليكيشنز. تبداو تقلبوا على هاد انترنت الاشياء، تكتشفوا بانه الجميع تيهضر على هاد السيد كيفن اشتون، هذا تيقولوا بانه هو اللي استخدم هاد المصطلح هذا في 1999 باش يوصف به بانه يعني تيتيق بانه مقتنع بان بيجي واحد الوقت غادي تولي الاشياء كيف ما بغات تكون، اي حاجه تولي عندها واحد الاتصال حر وذاتي مع الانترنت وتقدم لنا واحد السيرفيس. هذا هو اللي دار لنا الار اف اي، يعني لانفونتور ديال الار اف اي ديال الشركه ديالو. وفي الحقيقه الناس اللي بغات تبحث في هذا الشيء تقلب على الكتاب ديالو، تقرا الكتاب ديالو، واحد الكتاب اللي هو مهم بزاف، هاو تو فلاي هارس، يعني كيف نطير الحصان، اللي جاب فيه تيحكي على التجربه ديالو ديال 30 عام في هذا المجال، الاكتشافات ديال الاي تي اون جينيرال، وديال كيفاش ان اعظم الاكتشافات والاختراعات بدات بواحد الفكره بسيطه وتطورات حتى وصلت اللي وصلت ليها دابا. شكون اللي تكثر بهذا الاي تي هذا، ولا شكون هما الناس اللي تاثر به الناس، هذه اللي الناس يعني بلوس كونترولي ومونيتيري بهذا الاي تي، بهذا الاي تي هذا لي بروسيس، يعني اللي تولي هذيك الساعات واحد التعاون ما بين لا ماشين وما بين الانسان في الريال تايم، يعني في الوقت، ومجموعه ديال لي تاسكس، يعني الحوايج اللي كان تيديرها بنادم اللي معقده هذه تولي دار بواحد الوقت بسيط صغير وبسيط، لان هذه تم تبسيطها. والداتا يعني هذه تولي هذيك الساعات الداتا الكوليكسيون الكوليكت ديال الداتا اللي تولي بواحد الطريقه اكثر، التريتمون ديال الداتا، السوفغارد، يعني اي حاجه، اي ثينك اي شيء غادي تولي عنده القدره على انه يتكونيكتا من الانترنت، يعني من الصباط ديالك وانت طالع حتى توصل للنظر ديالك. التوقعات ديال النمبر ديال الاشياء اللي غادي تكون مكونيكتيا الانترنت، يعني اللي تخدم هاد الاي او تي هذا، كاين هنا لقيت بانه كاين بالنسبه لسيسكو تتوقع بانه في افق ديال 2020 غادي نوصلوا لواحد 50 مليار شيء مكونيكتي للانترنت. كاين مثلا توقعات واحدة اخرى اللي هي مثلا هذه، كنت لقيت هذا الارتيكل هذا في الفوربس، تقول بانهم هما تيقولوا لا بانه غادي توصل تقريبا للتوتال ديال واحد 30 مليار سينجل شيء ملي مكونيكتي للانترنت. والتوقعات مزيان مهمه بالنسبه للشركه، لان عليها تتبني الاستراتيجيه ديالها، عليها تتبني الانفستيسمون ديالها، عليها تتبني كل شيء. المارشي ديال الاي او تي، غادي ناخذ هنا غير ليكزومبل ديال الولايات المتحده الامريكيه ديال اليوزا، لحقاش هما اللي عندهم لي دوني مخططين لحد الان. كاين الصحفي هذا، هذا واحد الصحفي سميتو جون كيسير، لانه في 2017 كتب واحد الارتيكل قال بانه يعني هذا الارتيكل ديال 2017، يعني لي ستاتيستيك اللي دارت من قبل، يعني 2016، انه في الامريك بوحدها وصلوا عدد الشركات اللي خدامه مباشره في هذا الاي او تي هذا، كاين 2888 شركه اللي لانفستيسمون حطوا تقريبا 125 مليار ديال لانفستيسمون. هاد 125 مليار ديال لانفستيسمون ردات لهم 613 مليار دولار ديال الربح.
تقريبا شي 342 ألف امبلوي اللي خدام لحد الان مباشره في اي شيء. تصوروا غير هاد لي ستارت اب اللي تسمى هاد الشركات ديال ستارت اب يعني اللي في اللي عاد بداو ناشئات عاد دخلوا للمارشي. فهنا هو بالنسبه هو هنا في هاد الارتيكل ديالو قال بانه 95 يلاه دخلوا للمارشي 95 شركه. هذه 95 شركه اللي راس المال ديالها كيتعدى 1 مليار دولار. يعني الا جينا نحسبوا لي ستارت اب اللي بادين غير ب 20000 ريال 30000 ريال غادي نلقاو. من بعد بدات هاد واحد هاد اللاندسكيب هاد الخريطه ديال 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 ديال, ديال التطور ديال هاد الاي او تي هاد يعني لي سيرفيس. تلقى مثلا هنا بان الشركات اللي تخدم في الاي او تي مثلا سمارت داتا 161 الشركات مثلا اللي دي مثلا سمارت انتربريز تلقى مثلا 81 الكلودين اللي تيعطيونا مثلا الشركات اللي مهتمه بالكلودين 85 الشركات اللي عندها مثلا تعطينا مثلا خدامه في النيتورك يعني في الريزو 60 يعني تلقى يعني تلقى من هذيك اللي حسبوها 2888 شركه يعني تلقى دار لهم هنا واحد الجروب مو تسمى هنا لاندسكيب. وهذا بار دي فيرسون دابا ولات تخرج كل عام تخرج مثلا غير بالنسبه لامريكا تخرج لا فيرسون. هذا بالنسبه لجوي 2017 خصك تشوفوا دابا ديال 2018 وديال 2019. الشركات يعني التوب ديال الشركات اللي خدامه في هذا المجال ديال الانترنت الاشياء وهذا على حسب يعني الشيء اللي بدا لينكد ان وتويتر والفيس يعني اللي استاد جم تما كتلقى مثلا انتل تلقى مايكروسوفت سيسكو جوجل اي بي ام سامسونج ابل يعني الشركات اللي هما عالميين اللي معروفين. اللي تلاحظوا هنايا شوفوا تلاحظوا هنا العدد ديال الشركات اللي هما امريكيه بارابور باقي دول العالم. تلقى مثلا عندنا ديال كوريا الجنوبيه تلقى سامسونج. غادي نشوفوا هنا مثلا واحد اكزامبل ديال شي شركات من الشركات اللي بقاو تيخدموا في هاد الاي او تي. كاين مثلا هاد الاتميل كوربوريشن هادي شركه ديال اللي تتصوب هاد لي كارت هاد لي بورد هاد لي ميكرو تشيب وهاد لي كارت هادو. هادي شركه نورمالمون اللي بدات في 1984 يعني الدخل ديالها من الاي او تي يعني في 2015 كانت تقدر 1.17 مليار دولار. وهي شركه نورمال ولا متخصصه غير في هاد الميكرو تشيب هما هاد لي سيركوي هادو اللي تيت انتغرام يعني لحد الان خدام فيها تقريبا 14 لهاد في الديكلاراسيون في 2016 بين 14000 واحد خدام فيها. الكونفينيو ديالها في 2018 وصل حتى 3.981 تقريبا 4 مليار دولار في 2018. لاحظوا بان قلنا في 2015 كانت تقريبا 1 مليار دولار. هذا غير الربح شوف شحال ربحت نقز هنا تقريبا ملتيبلي باركات هنا في 2018. شوفوا مثلا كاين الشركه هذه ديال سامسيرا دونك شركه اللي تاسست في 2015 صور تاسست في 2015 وفي 2015 دخلت للفوربس كما قلنا بانها فوتشر ليد يعني من الشركات اللي تقدر تسيطر على هذا البيزنس ديال الاي او تي في بروشينمون. هادي تتعطي توسكي سانسور هاد لي سانسور ديال لي غيتواي الكاميرا لي سانسور السوفتوير مثلا هاد لي زيكزومبل ديال كلتي السيت. مابقاش متخصصه في حاجه وحده ولات دابا تدخل للسيت ديالها تلقى مثلا تقول لك ديرها تنعطيو دي سيرفيس السمار سيرفيس لهاد التوسكي البترول الماء الاغذيه اليمين لاغريكولتور يعني تشوف اي حاجه اذا كيف ما قلت في الاول اي شيء يمكن له تكونيكت على الانترنت وتكون التريتمون ديالو بطريقه ذكيه اوتوماتيكيه هما خدامين فيه. كاينه الشركه الفامي الشركه تسمى اوبر اللي كنا تنعرفوها ديال الطاكسيات انه اوبر واحد الكار يعني طانوبيله اللي شيء تيتكونيكت لواحد الانترنت سيرفر لواحد الانترنت باش نعطيو ان سيرفيس لواحد السيد. هنا شوفوا هنا بالنسبه للستاتستيك ديال ما بين 2015 حتى 2018 هذا بالنسبه لهذا الخط الصفر هو عدد الرحلات اللي درتهم طاكسي يعني اللي الكريمه ديال الدوله والمفهوم ديال المغرب.
كيفاش انه النومبر ديال لي فواياج كيفاش على انه غادي تيقلال. بار كونت غادي تلقى العكس هنا بالنسبه للاوبر، كيفاش لو نومبر دو فواياج لي كيفاش على انه غادي تيرتفع هاد لو نومبر دو فواياج. دونك لحد الان اوبر كاين تقريبا في 65 دوله، اكثر من 600 مدينه، يعني كل نهار عندها تقريبا 15 مليون رحله في النهار. لحد الان ديكلاراو بانهم عندهم 5 مليار رحله اللي دارت، يعني حتى لابارد مارشي، يعني هاد مثلا غير في نيويورك سيتي، غير في مدينه نيويورك سيتي بين ما بين 2015 و2016 كيفاش ان لابار ديال عدد الرحلات ارتفع من 15% حتى 27%. الا جيتي تشوف بانه راه غادي الا كملنا هنا حتى 2018 غادي تلقى بان واحد الوقيته حتى الطاكسيات اللي هما تيتسماو الاغريمون مثلا غادي يتقادوا كاع هاد لا سوليسيون. كاينه الشركه حتى هي، كاينه الشركه ديال زينك بوكس، هادي الشركه اللي متخصصه في السيكوريتي، يعني توسكي سيكوريتي ديال توسكي سيكوريتي تخدم عليها. يعني النسبة ديال الأرباح اللي ديكلارات هنا في 2017 تقريبا 22 مليون دولار أمريكي، يعني تقريبا يعني دونك هادو الشركات والبيزنس. دابا غادي نهضرو على لارشيتكتور. لارشيتكتور كيفما قلنا في الأول كاع بأنه عندنا واحد لابارتي هاردوير، عندنا واحد لابارتي ريزو، عندنا واحد لابارتي ديال لي سيرفيس، وعندنا لابارتي أبليكاتيف. لابارتي هاردوير كاين فيها دي سنسورز، نلقاو بأن عندنا دي سنسورز، هاد السنسور نيتورك فيها نلقاو فيها لي سنسورز لي زاكتواتورز، يعني لي زاكسيونور ديالنا. عندنا هاد لي طاج لي هما لي زوتي ديال السيكتور، إما بالإر إف آي دي لي قلنا كبيرة، تما هاديك لي باركود إما أن دي ولا دو دي ولا تروا دي. الجيتواي يعني لابارتي ريزو، إما تلقاو مثلا دي ريزو وان، يعني مثلا سيلولير يعني تيكون هنا إما جي إس إم أو تي إس 4G 5G 6G، يعني هاديك الساعة على حساب السنسور شنو تيسوبورتي. ولا تنقدو نلقاو هاد لي ريزو بريفي، هاد الواي فاي البلوتوث، انت غادي غنشوفو هاديك الساعة كل حاجة بالديتاي. بارتي سيرفيس، بارتي سيرفيس يعني اما عندنا الكونفيغوراسيون ديال الكونفيغوراسيون مناجمنت ديال هاد لي سنسور ديالنا ديال لي ديفايس ديالنا، ولا لا جيستيون ديال جيستيون سيكوريتي المناجمنت ديال الداتا اللي تجينا لي زانفورماسيون تطلعو لنا من هنا. من بعد عندنا لابارتي ابليكاسيون اللي قلنا الخيال العلمي، اللي يعني هذيك الساعات لي زابليكاسيون، اما في لي زابليكاسيون اللي هما ديال لينيرجي ولا لونفيرونمون ولا الصحة ولا الترونسبور ولا السيرفيونس ولا أي حاجة أخرى. نبداو لابارتي هاردوير. لابارتي هاردوير تتكون بأنه تيخص يكون عندك مثلا شي حاجة أن هاردوير اللي غادي كوليكتي، اللي غادي يعطيك مثلا غادي يعطيك واحد المعلومة، يكوليكتي واحد المعلومة يمكن لك أنك تستغلها من بعد. دونك عندنا فيها لي سنسور، دونك لي سنسور هاد لي سونسور هاد المجسات ولا هاد المجسات هادو ما اللي اما يعني تيديتكتيو، يعني اما تتكون واحد الحركة ولا واحد التغيير في الحركة ولا واحد لونفيرونمون ديالك، يعني واحد التغيير واحد لونفيرونمون، اما الحرارة ولا الصورة ولا الانفراروج ولا اي حاجة اخرى. عندنا لي زاكتواتور هنا سوسون، هادو لي سوسون دي موتور اللي غادي يقبطوا لنا واحد المعلومه وغادي يردوها لنا على شكل يعني الداتا اللي ترجع لنا سو فورم ميكانيك. الار اف اي دي قلنا هادو هما ليدونتيفيكاسيون بار ليدونتيفيكاسيون بار فريكونس، هذيك الساعات يعني تولي عندك كل شيء كل اوبجي تعطيه واحد لا فريكونس تديفيني، هادي يولي اونيك معروف ان هاد لوبجي هذا ها هو الطاق ديالو، ها هو لي تيكتاج ديالو، لان هاد لي تيكتاج غادي تكون عندنا ار اف راديو فريكونسي. وعندنا لي بروسيسور مع المولتي كونترولور هما اللي مثلا اللي هذيك اللي تعطيونا القدره باش انه يكونيكتيو لينا هاد لي سانسور مع دي زاكتواتور مع الانترنت. ومن بعد غادي شنو العمليات اللي غادي نقومو بها بالنسبه لي سانسور، يعني لي كوش. اول حاجه السانسور نورمالمون تيخصك نورمالمون يعطيك المعلومه، يعني يعطيك المعلومة في لوطوريال،
وخصو اول حاجه ما يكونش يسهلك لاو باور، يعني ما يكونش يسهلك الانرجي بزاف، وما يسهلكش حتى لو دي بي بزاف، يعني بالنسبه للكونيكسيون، ويكون عنده القدره على انه يشكل هذا ال دبليو اس ان، يعني الوايرلس سنسور نتورك، يعني يعني تيخصو تكون عنده هذا السنسور، هذا عنده عنده القدره على انه يكومونيكي مع على كوش ريزو، يعني يدير لا كوش ريزو. وهما كيفما قلنا في الاول، يعني اما سوسون يعني انفيرونمون، ولا تلقى دي ميليتير سنسور، ولا مثلا دي اوما سنسور، ولا الدار، ولا الثلاجه، ولا الحوايج، ولا اي حاجه. بالنسبه للجيتوي ديال لي سنسور، عندنا تلقاو اون جينيرال عندنا دي تيب، اما لان ولا البان، اما ريزو لوكال لوكال اريا نيتورك، ولا ان بان يعني بيرسونيل اريا نيتورك. غادي نشوفو بالديتاي كل واحد منهم شنو هو لي تيب ديال لي سونسور. كاينين لي سونسور هما هادو اللي موجودين كثار، يعني حتى البري ديالهم اللي تتقلب مثلا نفس ديال علي بابا ولا شي، تلقى حتى البري ديالهم بارفو، تلقى مثلا واحد لي سونسور ديال ليميديتي كنت لقيت بانها باكي ديال 100 يعطي لك 1 دولار، يسيبو لك 1 دولار فيها 100 سونسور، يعني تتختلف على حسب الخدمه ديال السونسور شنو غادي ديتيكتي. مثلا هذا الغاز سونسور يما ديتيكتي مثلا الغاز، ولا الكولور، ولا الهيرت بيت يعني دقات القلب، ولا مثلا شي حاجه توش يعني اللمس، ولا ليميديتي، ولا يعني لي تيب بزاف، يعني على حسب انت لابليكاسيون ديالك اللي غادي الفينال، يعني لابليكاسيون ديالك غادي خصك دير لا سونسور ديالها. بيان سور بيان سور كاينين بلوزيغ مارك اكتواتورز زاكسيونا. شنو الفرق ما بين السونسور و الاكتواتورز؟ السونسور تتعطيه تتعطيه واحد واحد الحركة، تعطيه مثلا واحد شي حاجة مثلا نقولو بمجازا، تعطيه واحد الحركة ميكانيكية تيردها لك سو فورم ان سينيال. لاكتواتور العكس، تتعطيه ان سينيال تيخصو يخرج لك منو ديك الحركة الميكانيكية. هداكشي علاش عندنا بليزيوغ تيب، عندنا اما الالكتريكال يعني هذا تيحول لك الطاقة لا 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 الالكتريك الميكانيك، ولا ميكانيك، ولا هيدروليك، ولا بنيوماتيك، يعني عندنا بليزيوغ تيب ديال الاكتواتور. هو العكس ديال لي سونسور. السونسور تنعطيه واحد هو تاع السونسور لوبجيكتيف انه تيخرج لك واحد واحد السينيال، يعني من واحد الحركه ولا من واحد الحاجه اللي هي كميه، تعطيك واحد ان سينيال. الاكتواتور العكس، هذاك السينيال غادي يترجمو لك الحركه. الار اف اي دي، الار اف اي دي هما 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 دي تشيب، هما الخدمه ديالهم سي كومسا. تتلقى اونتين، تتلقى اونتين، تتلقى من سطنو واحد سيركلو انتيغري، لونتين تتلقى من سطنو سيركلو انتيغري. دونك ما عندوش اليمونطاسيون ديالو، لاليمونطاسيون تيت اليمونطا بار تسمى بار اندكسيون الكترومغنيتيك، يعني الكهرومي، يعني الحد الكهرومغناطيسي. يعني ملي تجي مثلا هذاك الليكتور، ملي تيكون هذاك الليكتور ديال الار اف اي دي اللي غادي يقرا هذا السينيال هذا، ان فوا تيسيفط له السينيال، هو ديك الساعه عاد تيسيفط ان سينيال ديالو. هذاك الشيء قلنا هنا تيدونتيفي، يعني داروه ايدونتيفيكاسيون، لحقات هذا السينيال ار اف راديو فريكانسي اللي غادي يخرج لنا من هنا سي اونيك بار سي اونيك. وعندنا بليزيوغ تيب هاد لاكتواتورز، هذا لي فورم هو ديما تتبقى نفس لا فورم، يعني كيف ما مثلا هذا ديما تيكون لونتين، واخا يكون مدور ولا مربع ولا طويل ولا هاد الفورم هذا، هذا اللي عقلتو عليه هو اللي كان قالوا واحد الوقيته، انا لقيتكم واحد اليوتيوب غنوري لكم الزربه، بانه تيتانجيكتا تيتخشى لتحت الجلد ديال بنادم ولا ديال شي حيوان، وتيبقى ديك الساعات تولي انت بحال اللي ولات عندك واحد لاكارت بونكير في الجلد ديالك، ولا في شي حاجه تبقى تولي تعرفها. شوف واش يخدم هذا الشيء هذا، دونك هنايا هادي من دارو التظاهرة عليه، تيقولو لا هو هاد يعني هذا كاين هنا الليكتور، انا نرجعو لها. دونك هنا عندو الليكتور ديال الار اف اي دي، الاخر راه انجيكتي الار اف اي دي انجيكتيه تحت الجلد، يعني كيلكو مليمتر واحد، ماشي كبير بزاف، يعني غير كيلكو مليمتر. تيجي هذا تيقراه بهذا الليكتور، يفوت يقراه هو غادي يعطيه هنايا، غادي يعطيه ها هو السيد هذا شكون. دونك هذا هو الار اف اي دي،
نرجعوا للبروجي ديالنا. بالنسبه للي بروسيسور مع لي مولتي كونترولور، دونك لي بروسيسور مع لي مولتي كونترولور هما الانترفاساج اللي ما بين لي سونسور وما بين الريزو وما بين، يعني شنو خصو يدير. يعني هذيك الساعات يمكن لك تدخل عندك واحد لوبريشن سيستم تتبروغرامي به، تتبروغرامي به مثلا تتبروغرامي به هذاك السونسور ديالك شنو خصو يدير وشنو خصو يخدم، هادشي خصو داك كله بالديتاي. دونك لا بروميير هاردوار اللي نهضروا على الاردوينو، هذا الاردوينو ستان اوبن سورس ملتي كونترولر، يعني ستان المتحدة ديال الطاليانيين، يعني من ماركوني ما سمعنا شي حاجه مع الطالياني حتى وصلنا الاردوينو. يعني وريني راه شي حاجه بالنسبه للناس اللي كيديروا الالكتريك مع الالكترونيك مع التشكيل البروديكسيون روبوتيك، هذاك الشيء ضروري تيخدموا على هذا سورتو هاد لو فامي وهذا لا كارت اينو هذا اللي معروفه بزاف وسهله في الخدمه. دونك هذا واحد لا كارت اللي عندها واحد لونغاج بروغراماسيون ديالها، تقدر انت تكونيكت هذيك الساعات. دونك عندك لاليمونطاسيون، عندك لاليمونطاسيون ديالها هنايا او مانيت هنايا، وعندك هنا تتكونيكت بار يو اس بي و تتيليشارجي، تدخل السيس ديالهم ديال الاردوينو، تدخل السيس تتيليشارجي لابليكاسيون ديالك تتبروغراميها كيف بغيتي. دونك كاين الاردوينو هذا لا بروميير، هذا يمكن هنا لا بروميير كارت. كاين هاد لي ميكرو تشيب اللي تيخدم في اللي تيخدموهم هاد الاردوينو هذا، دونك هما اللي تيركبوا النت، لا يركبوا لنا النت هنايا. دونك هاد كاين هاد الاتم اللي مشهوره بزاف، الشركه اللي مشهوره بزاف هي الاتميل ميكرو تشيب، ديال مسميه ميز ميكرو تشيب سورتو هاد الاتميغا 328 بي. يعني تلقى مثلا الاردوينو، تلقى مثلا هذا يون، هذا دي دي مثلا الاي او تي، عندك هال تي سوبورتي مثلا هاد اتميغا دي 32 كا 32 8. دونك تلقى مثلا نجينا غنشوف مثلا هنايا شي شويه ديال، دونك هادي تخدم 5 فولت. عندك نورمالمون هنايا واحد الميموار ديالها 32 كيلو بيت، هادي فلاش ميموري ديالها 32 كيلو. دونك كاين الشركه الثانيه اللي تتنافس هاد الاردوينو هي راسبيري، راسبيري هذا البي، هذا حتى هي النيت، يعني بانه تتعطيك هاد لاكارت هادي ديال ديفلوبمون، واحد لاكارت ديال ديفلوبمون ديال ليزابليكاسيون ديالك. اللي زوينه يعني اللي مختلفه على الاردوينو بانه الاخرى قلنا بان الاردوينو المشكله ديال خصك ديما تيليشارجي باللونغاج ديالها، يعني خصك تدخل تيليشارجي اللونغاج ولا انترفاس باش كلا تخدم. هادي تتسوبورتي الويب سيرفيس، دونك كاينين بليزيور موديل ديال هاد لي كارت هادو، تيختلفو من على حسب لا رام، على حسب البروسيسور اللي خدام، على حسب الانترنت شنو تتسوبورتي شنو ما تتسوبورتيش. يعني هذيك الساعات على حسب انت شنو غادي دير، وكاين اختلاف حتى في البري. لاحظ بان اصغر كارت ارخص كارت هي هاد راسبيري زيرو، تسوى يلاه $5 هنايا. هاد البيجل بورد، هاد البيجل بورد هما الناس اللي دخلوا للاي او تي، هاد حتى هما سون دي كارت عاوتاني يمكن لك تبروغراميهم. اللي جديده في هذا هو انها تسبورتي لينكس والاندرويد، يعني يمكن لك مثلا في هذيك الساعه يمكن لك انك تكونيكتا ابارتير من التليفون ديالك، تكونيكتا من التليفون ديالك، ويمكن لك انك تكريا ان بروغرام وتكومونيكي مع لا كارت ديالك. دونك حتى هي نيت، يعني ديما قلنا بانها الفيري لاو باور، يعني مثلا لينيرجي، وبروغراما بالريال تايم، يعني بالنسبه انت تحتاج نورمالمون شي ديزانفور، يعني الريال تايم، يعني ماشي لي زانفورماسيون تكون في ريال تايم. كاين ديما المقارنه تيدير ما بين الاردوينو وراسبيري ما بين بيغلبون، مثلا تلقى وحده واحد لي تيب هذا، كاين مقارنه في البري، الاردوينو هي رخيصه فيهم، البيغلبون هي الغاليه فيهم. لي رام هاد الاردوينو اونو تيضرب يلاه خدام يلاه بدو كيلو بيت، الاخرى تتكون عندو 256 ميجا بيت.
الفلاش اللي عنده 30 دي كيلو باش يمكن دير لنا اس دي كارت ولا عنده كارت جيجا ولا يمكن لك تزيد له اس دي كارت. هادو هما المقارنة ما بين كل وحدة فيهم. هادو بالنسبة للهاردوير. دابا بالنسبة للريزو، الريزو ديال الاي او تي، بانه تيخصو اول حاجة يكونيكتي الاشياء والناس وليزابليكاسيون والداتا، واش اللي كامل يتكونيكتا ويوصلو لك الانترنت، ويعطيك القدرة انك يمكن لك ديرها الريموت، يعني تكونترول الريموت كونترول، ولا الماناجمنت يعني تحكم في هذاك لوبجي ديالك، وتكون عندك واحد تسمى سيرفيس انتراكتيف، يعني يمكن لك تحكم فيها، تعطيها لي كوموند تعطيها. دونك كاين هاد ال دبليو اس ان وايرلس سنسور نيتورك. دونك سي الريزو اول حاجه تيخصو يعني يكون افيكاس، يكون رخيص، يكون ما تيكونش مش لينيرجي بزاف، يعني هادو هما الحوايج اللي غادي نشوفهم في هاد لي تيب ديال الريزو. دونك خصو سوبورتي بالنسبه في الجيتوي نيتورك، سوبورتي بانه الحجم ديال الماسيف فوليوم، يعني الحجم ديال المعلومات اللي جايه. كاين توقعات تقول بانه في 1 كيلومتر كاري، في 1 كيلومتر يعني 1 كيلومتر في الطول، 1 كيلومتر العرض، 1 كيلومتر كاري في مربع ديال 1 كيلومتر، تتوقعوا بانه عدد ديال الاشياء اللي عندنا الكونيكت ديفايس اللي غادي تكون كونيكت ديال الانترنت غادي يوصل لمليون اوبجي. يعني تصور بان ديك الساعه عندك مليون اوبجي، دونك تيخص الريزو ديالك انه يسوبورتي هاد الحجم ديال لي زانفورماسيون اللي غادي يجيو من عند الاي او، اللي غادي يجيو من هاد الاي او تي هذا. او ثاني حاجه خصو يسوبورتي الريزو اللي في لي سنسورز، يعني اللي تيخدموا هاد لي سنسور هذا مع هاد لي سمارت ديفايس، يكون يعني البيرفورمانس، يعني غادي يكون البيرفورمانس. دونك ان اكزومبل ديال هاد الورايب الاي او تي هو مثلا داك الحوايج اللي مثلا تصبر ديرها، مثلا تبقى تعبر لك شحال من خطوات مشيتي ولا شحال شي حاجه، ولا التيشيرت اللي يحسب لك الدقه ديال القلب، ديال المكنه اللي تحسب لك شي حاجه اخرى، يعني اي حاجه يمكن لك تكون اكتيها. هذا ستان اكزومبل بسيط. ساعات دونك عندك عندك السنسورز هنايا في هاد لي زوبجي هذا، غادي تكونيكت لواحد الجيتوي ديالك، وغادي يصيفط المعلومات الانترنت لواحد الكمبيوتر، واحد الكلاود كمبيوتر في شي بلاصه باش يتريبي. دونك لاركيتكتشر ديال النسو ديال لاركيتكتشر ديال الريزو ديالنا. كاين الواي فاي، كاين الواي فاي، الواي فاي تسمى ويلان تكنولوجي، يعني 802.11. لي ديفايس اللي تيخدمنا هاد الواي فاي هما لي سمارت فون، لي سمارت ديفايس، لي لابتوب، التليفونات، البيسيات، كلهم تيخدمو. لافونتاج ديال هاد الواي فاي بان عندو ريزو صغير، متيفوتش 30 متر، وعلى حساب لو تيب ديال البروتوكول تنعرفو الدي بي لي نقدرو نوصلو ليه. كاين 802.11 لي هو اتي 54 ميجا بيت بار سكوند، هذا كلشي معروف. نقدرو نوصلو مثلا حتى 802.11 ادي لي تيوصل حتى 6 ميجا بيت بار سكوند، دونك هذا ريزو واي فاي. كاين البلوتوث، بلوتوث هو تعتبر بارمي يعني تتسمى الوايرلس بيرسونيل نتورك، تاع ستار ريزو بيرسونيل اللي غادي يخدمو هنا. شوف خدام دابا النت اللي تيخدمو هاد لي ديفايس ديال الاي او تي، يعني هو البلوتوث ما سي با ستاندارد، يعني ستاندار ديالو، يعني كاينه واحد كاينه هاد سبيسيال انتيرست جروب اللي هو ديالو النت خدام بها، تيعطيك تا هو نت الكونيكسيون ديال التليفونات ديال دي زوبجي اللي هما سمارت دوبجي مثلا، ولا ميديكال، ولا شي حاجه تتعطيك مثلا تتكونيكتا. لارونج ديال الكوفرتور ديالو تتكون مثلا تقريبا واحد 10 متر، نقدو نوصلو حتى ل 50 متر الا كنا مخدمين لا فيرسيون بلوتوث 4.0، ولا حتى هو كان دي فيرسيون. و لي فيرسيون كاين مثلا 2.0، دونك هذا تتخدم مثلا تعطيك ان دي بي ديال 2.1 ميجا بيت بار سكوند، 3.0 تعطيك 24 ميجا بيت بار سكوند، 4.0 تعطيك 25 ميجا بيت بار سكوند، وهاد 5 تتوصل حتى ل 50 ميجا بيت بار سكوند. دونك اذا لاحظتوا بان حتى لا قرنا ما بين غير الواي فاي وما بين البلوتوث بان هذا توصل حتى ل 7 جيجا، دونك هذا يلاه كيلكو ميجا.
كاين هذا ستوندار تيتسمى 802.15.4. 802.15.4 هذا ستان ستوندار بروتوكول كومونيكاسيون لي ديفيني بار لي 3 جو بالنسبة لتو سكي ريزو سون فيل. هو تيتسمى ال ار دبليو بان، يعني لاو ريت ويرلس بيرسونال اريا نيتورك، يعني ان ريزو اللي هو افيك ان دي بي اللي هو فيبل، يعني الدي بي اللي هو الريزو اللي عنده الدي بي صغير بزاف. اول حاجه بان الكلفه ديالو صغيره، ديال السبيد يعني لا فيتاس ديالو حتى هي نفس الصغيره ديال الدي بي البيترايز، وحتى الباور الكونسوماسيون ديال الانرجي ديالو صغيره. وعندنا هنا بليزيوغ تيب، عندنا مثلا هاد زيكبي، عندنا هاد سيكس لاو بان، سيكس لاو بان، عندنا واليس هارت، عندنا الميوي، عندنا ليزا 100.11. غنشوفو كل وحده منهم. تيمتاز لادويسيون دو بوان كانز بوان كات بانه الدي بي نورمالمون عندك يلاه الدي بي، قلنا الدي بي صغير يعني 250 كيلو بيت بار سكوند ولا 40 ولا 20، مكينش كثر من فليكس توصل لشي حاجه شي ميجا. يعني الادريساج يعني تيخدم عندنا دو تيب الادريساج، يعني عندنا 16 بيت وعندنا 64 بيت. تي سوبورتي بانه واحد لاتانس، يعني هو الوقت الوقت اللي تتسهل كل معلومه يعني في الريزو، يعني ملي توصل عند الاند يوزر. الميثود داكسي، الميثود تيخدم على سيسما سي ا، يعني الناس اللي قاريين الانترنت تيعرفوا هاد سيسما سي ا وسيسما سي دي، دونك تيفهموا هاد القضيه هادي. اللي مهم هو تعرفوا بانه بالنسبه تيخدم في لي بوند 2.4 جيجا هرتز اي سيم باند، حنا غادي نعرفوا هاد، نعرفوا النيت هادي علاش. فهاد لي ريزو ديال 802.15.4 كاين هاد زيكبي، هاد الريزو زيكبي. دونك هذا ستان اليونس، دابا اليونس ولاو تيتزادو فيه بزاف ديال الشركات اللي تتزاد لهاد اليونس اللي تتسوبورتي هاد اللي تتخدم بهاد لي بروتوكول هادو. دونك هو ستان دابا ولات عندنا اليونس زيكبي تيسوبورتي لنا 802.15.4. تيعطيك نورمالمون زيكبي بروفايد ابليكيشن هاد نيتورك لاير بروتوكول. دونك الى قارنا ما بين زيكبي مع البلوتوث تلقى مثلا الكوفيرتور في زيكبي ما بين مثلا تقريبا 10 متر، من 10 حتى 100 متر، البلوتوث ما بين 2 حتى 10 متر، يعني تقريبا هنا راه دوبلات فوا 10 لا ديستونس ديال الكوفيرتور. الدي بي قلال، لاحظ الدي بي هنا ما بين 2 حتى 250 كيلو بيت بار سكوند، هنا ما تي هنا تيوصل 1 ميجا بيت بار سكوند. سامبليسيتي هنايا لي تري سامبل في لامبليمونطاسيون، هنا شي شويه مويان باش تكونيكتا لا ديال لاتانسي، باش تكونيكتا نورمالمون يعني 30 ملي سكوند، هنا عندك لا عندك 20 سكوند، يعني شوف هنا شحال ديال الوقت، شحال انك تكون تكونيكتي تي الريزو، يعني 30 ملي سكوند تكون صافي تكونيكتي تي الريزو ايطابلي شي كونيكسيون، هنايا تيخصك 20 سكوند. يعني الا كنت تحتاج لشي ابليكاسيون اللي هي ريال تايم غير بعد من البلوتوث في هذه الحاله هذه. هادو ما بين الحوايج اللي كاين. حاجه اخرى اللي نقدو نشوفو هنا مثلا شحال يقدر يسوبورتي، دونك من الاك يعني شحال يقدر يسوبورتي، هاديك ان ريزو زيكبي شحال يسوبورتي من الكونيكسيون، هنا تيسوبورتي 65000 كونيكسيون، هادي تيسوبورتي على 8 ديال الكونيكسيون، يعني 8 صافي هو تكون جيستيونال كالريزو تيخصك. هنا حتى لي سي ام خدام هنا بهاد لي سي ام، هذا هنا خدام هنا ب 868 مع 915 عندو 2.1 جيجا هرتز، هنا عندو يلا انسول انسول فريكونس اللي هي انسول بوند اللي هي 2.4. وحتى البري ديالو تيتقام بانك تخدم على الريزو زيكبي، يعني بانه رخيص على الريزو ديال البلوتوث. كاين 6 لاو بان، هاد 6 لاو بان هي الاي بي في 6 اوفر لاو باور وايرلس بيرسون اري نيتورك، يعني هو واحد ان ريزو اللي تيسوبورت لنا الاي بي في 6 والكونسوماسيون اللي هي ضعيفه بزاف ديال الانرجي. دونك تي سوبورت اي بي في 6 كيف ما قلنا، ستان بروتوكول اللي هو 802.15.4. لاو باور يعني ما تيستهلكش بزاف ديال الانرجي، بمعنى بان لي باتري غادي يبقاو خدامين تيخدمو ديزاين. دابا اللي تنهضرو بان هاد الباتري غادي تخدم مثلا 10 سنين، هادي
بلا ما تبدل لا باتري ديالك، ما كنت خدام مثلا في اي او تي ديفايس. وهذا 6 لو بان هذا الانترنت انجين تاسك يعني فورس اي تي او تي اف، يعني هذه المعروفه، هذا التاسك انجينير هذه المعروفه، دونك التكنولوجي ديالهم. دونك تيعطيك واحد الكونيكسيون ديريكت اي بي في 6 كيف ما قلنا، تيعطيك انت تدخل الاي بي في 6 تستافد من توسكي سيكوريتي، لانكابسولاسيون، اوثنتيفيكاسيون، كونترول داكسي، لي فاير ويل، انتيتيسوس، انتيتيسوس. شوفوا مثلا هاد زي ويف، تا هو نيت 802.15. هذا تيخدم توسكي ريزيدونسيال مع لايس كوميرسيال، تا هو لينيرجي، بانه لينيرجي اللي هي تاهي ضعيفة نيت عندو، متيكونسوميش لينيرجي. تيخدم في لي فريكونس اللي هما كتر كبر من الان جيجا هرتز، بمعنى بانه غادي يكون عندك ان ريسك ديال ديال الانترفيرونس مع لي فريكو، مع لي ريزو اللي تيخدمو دو بوان 4، بحال مثلا بلوتوث ولا الواي فاي ولا زيك بي باغ اكزومبل. و الدي بي ديالو توصل 100 كيلو بيت بار سكوند. دونك درنا حتى مقارنه بين زي واي مع زيك بي، دونك الدي بي قلناها، قلنا بان لي فريكونس هنايا في زيك بي مثل نفسهم، كان حتى 2.4 هذا تيضرب من نفسهم 8 و نفسهم 16، يعني هذا كامل شفناه. هاد لو باور وايد اريا نيتورك اللي غزو اللي كبر شويه، غادي نلقاو بانه هاد اللي تسمى وايرلس تكنيكيشن نيتورك ديزاين فور لان لو رينج كومينيكيشن، رينج كومينيكيشن يعني لي تيك الكونسوماسيون ديال الكونسوماسيون ديال الانرجي صغيره بزاف، ولكن لا كوفيرتو غادي تكون كبيره بزاف. الا كانت لاني بيان سور غادي تكون ضايعه حتى في في البيت رايت، يعني في الدي بي. تلقاو هنا كاين جوج، عندنا هاد لورا هذا وعندنا هاد الام بي هذا، شوفوا كل واحد فيهم نطلعوا عليه بالزربه. دونك بالنسبه للورا، اللورا تعني لون رينج و لونغ بورتي اون فرونسي، يعني واحد لابورتي اللي هي كبيره بزاف. لابورتي ديال لورا هنايا يعني هي الكبيره، فين تتوصل هنايا لكلكو كيلومتر. حنا نشوف قالك بيرمي او زوبجي دو، يعني باش يتكونيكطاو، يعني وليني سيفتو ان سيفتو واحد لا طاي، يعني لا طاي ديال الباكي تكون لا طاي صغيره، في افيك ان دي بي اللي يكون صغير. لا طاي صغيره ودي بي صغير تعني بان لوتونومي ديال لوتونومي ديال الكونسوماسيون انرجيتيك ديال لي زاباري غادي تكون كتوصل حتى ل 10 سنين بارفوا ديال لوتونومي، يعني عندك لي باتري اللي يكونوا تيخدموا حتى ل 10 سنين. تتخدم هي في لابوند، تيخدموا في لابوند 800 ميجا هرتز. اللي مهمه في هذا الورا هذا بانه عندها تري بون كاباسيتي البينيتراسيون، يعني ملي تكون مثلا عندك الريزو بزاف ديال الفيوطا، ولا مثلا حاط الريزو عندك شي سوسول ولا شي كاف ولا شي حاجه، بانه يوصلك الريزو مزيان. عندنا عاوتاني هاد سيج فوكس، سيج فوكس هو تيتسمى بال بي 1، هو تيخدم لهاد الاوترا نارو باند، يعني موديليشن، يعني غادي يخدم بانه الدي بي البي بي سكا افيك ان بيت اللي هو تخي، يعني البيت رايت اللي هو تيت صغيره بزاف. اللي مهم بانه هو عندو هاد لا سونسيتيفيتي، يعني قلنا الريسيفينغ سونسيتيفيتي قلنا هو تخي فور، وهو بانه حتى هو نيستان فري اي سيم، يعني الليسونس اللي هو غراتوي، يعني محتاج انك محتاج على انك تشري واحد لابون فين تخدم هذا الريزو هذا. دونك لازم ندير كومباريزون ما بين سيج فوكس ما بين لورا. دونك لابون فريكونس هذا يخدم 868 ل 902، هذا تيخدم عنده بليزيور، تخدم 433 868 780 915. يعني الكوفيرتور اوربان ما بين اونتر 3 دي كيلومتر مثلا في سيج فوكس، يعني تيكون عندي اونتر 5 كيلومتر بالنسبه للورا. الا كان غوغال تتكون هنا ما بين 30 حتى 50، في سيج فوكس يعني تيكون مثلا ما بين 15 حتى 20 كيلومتر.
الباكيت سايز هنا تتفوش 12 بيت، هنا تتكون نورمال ماشي بروغرامابل بالنسبة للورا، يعني لي نومبر ديال بور شاك اكسس بوينت، يعني نومبر ديال زوبجي كونيكتي، يعني تكون عندك 1 مليون اوبجي كونيكتي. اذا كنت عندك ستيك فوكس انا عندك 100,000. دونك كنا ديما تنقولوا هاد الاي اس ام فريكانسي باند، شنو هاد الاي اس ام؟ الاي اس ام هما اندستريال ساينتيفيك اند ميديكال، هما واحد لي بوند فريكونس اللي معطيه للناس الاندستريال والناس ديال الجامعات والناس الاطباء والباحثين في هذا المجال الطبي، تعطات لهم غراتوي باش على انهم يديفلوب، بانهم يديفلوب، لان ما يمكنلكش تخدم فريكونس بلا ما تكون بلا ما تخلص لو دروا انك تخدم هذيك لا فريكونس. هاد لي سيم هادي غادي يستنى ريغلومونطاسيون ديال اي تي يو، يعني انترناسيونال كوميونيكيشن يونين، الاتحاد الدولي للاتصالات. مثلا تلقاو بان مثلا لي فريكونس اللي تخدم مثلا 2.4 جيجا هرتز، كاين الواي فاي، كاين لي بلوتوث، كاين التوسكي زيكبي 6 لاوبان وسي دي سويت وسي دي سويت. الا جينا نطلعو هنا نشوفو هاد لي سام، هاد لي فريكونس اللي خصهم نورمالمون اللي غير اللي غير اللي ما تحتاجش تشريهم باش انك تخدمهم، تلقى مثلا هاد 2.4 ميجا هرتز، يعني هادي ديال يعني 2.4 جيجا هرتز، على 2400 ميجا هرتز. تلقاو هاد لا فريكونس هادي مثلا 61 جيجا هرتز اللي كانوا تيقولوا هي ال 24، هادو هما اللي كانوا تيقولوا غادي يدوزوهم 5 جي، ونطوندهم باش نشوف واش غادي تكونفيرما ولا ما يتكونفيرماوش. وتلقاو مثلا هاد الموجات مثلا هادو تعاود تكون تيتسماو من لهنايا لهنا، تيتسماو موجات مليمتر، يعني تقريبا من 30 جيجا هرتز حتى ل 300 جيجا هرتز. التروا جي بي بي والاي او تي، يعني التروا جي بي بي انا ابارتير من ريليز 8 ولينا تنلقاو بان في ريليز ديال 3 جي بي بي تيهضروا على شي حاجه سميتها الاي او تي 3 جي بي بي، يعني تحطوا دي ستوندار، تحطوا دي ريكومونداسيون، تحطوا يعني كاين نيم تي سي، كاين سي ام تي سي، يعني الناس اللي يهتموا يعني يقدروا يقلبوا على هاد الديفينيسيون في 3 جي بي بي. عطيني كل حاجه اللي قدام. هادشي اللي شفنا كله، شفنا التوسكي ريزو، دابا غادي نشوفو التوسكي سيرفيس. دونك المانجمنت ديال سيرفيس هنا، هاد لا كوش ديال الجيستيون ديال سيرفيس، شنو عندنا فيها؟ عندنا سيدي لاناليز د لانفورماسيون، عندنا التوسكي سيكوريتي د لانفورماسيون، المودولاسيون ديال البروسيسور، وعندنا الجيستيون ديال لي ديفايس ديال باغ اكزومبل لي تيليفون ولا ديال لي زو ولا لي سونسور ديالنا. بالنسبه للمانجمنت ديال لي دوني ديال الداتا، عندنا دو تيب، اما تتكون بيريوديك ولا ابيريوديك. بيريوديك تعني بان هذاك السنسور يعني في واحد الوقت معين بيريوديك مو تيصيفط لك واحد لانفورماسيون. ابيريوديك لا، تتقول لك بان حتى تتكون واحد لاكسيون ولا واحد ليفينمون عاد تديكلونشي، تتريغر تديكلونشي تديكلونشي واحد الداتا. هذا هو الفرق ما بين بيريوديك و ابيريوديك بالنسبه للاي او تي. اكزومبل هنا غديروا ان اكزومبل ديال باش ميديكال ايمرجنسي، يعني مثلا انت تتعبر له دقه ديال القلب، يعني حتى تتوصل لواحد الدقات ديال القلب لواحد مثلا طلعات ولا هبطت لواحد المستوى، عاد على ان هذاك السنسور اللي راه لابسو داك السيد في يدو ولا في حوايجو ولا شي حاجه، عاد تيصيفط انفورماسيون مثلا لورجونس، تقول روح راه السيد عنده شي حاجه. يمكنلكش تهضر على المانجمنت دو سيرفيس في اي تي بلا ما تهضر على الكلودين، الكلود كومبيوتين. هاد الكلود كومبيوتين هذا يعني وبلي سيرفيس ديالو بثلاثه، يعني لي موديل، اما الساس ولا الباس ولا الاياس، اما السوفتوير از ا سيرفيس ولا الباس بلاتفورم از ا سيرفيس ولا الاياس انفراستراكشر از ا سيرفيس. انه هذيك لي دوني دونك ستوكاج الهاردوير، يعني فيرتواليزاسيون كاع بجينيرال غادي تولي محطوطه عند هنا، يعني بان لي سونسور نورمالمون عندهم دي دوني تيسيفطو تيتكونيكطاو الراجو تيسيفطو دوني ديال الكلاود سير هاد الكلاود ديالنا هاد لي سيرفر، هاد السيرفر هما تيديرو ان تريتمون تيعطيوك في الاخر لانفورماسيون ديالك. جينا نطلعو على المارشي ديال هاد لي سيرفيس، هاد لي موديل دي سيرفيس ديال الكلاود، يعني الساس والباس والياس. غتلقى بانه تقريبا من 2009 حتى 2014 ما لقيتش الدوني ديال اللي يكونوا قراب شويه، يعني كيفاش انه كاين واحد الارتفاع صاروخي ديال
ديال البينيفيس ديال الغوفوني ديال البينيفيس ديال هاد لي سيرفيس. غتلاحظوا هنا مثلا ما بين الساس اللي هو طالع فيهم بزاف، يعني حتى الارباح تتقدر بالملايير، يعني وصلت تقريبا هنايا حتى 23 مليار دولار. الباس يعني هنا مليون دولار، يعني تقريبا 600 يعني نص مليار. هنايا الياس عندنا انفراستركتشر حتى هي تقريبا تتوصل حتى ل 10، يعني تقريبا لا مواتي ديال الساس. لابارد مارشي مثلا هنايا بانه شنو قلنا لنا بان الارباح بانه راه طالعه، دونك حنا عاودنا نفس لافورماسيون. الشركات اللي هي مسيطره على المارشي ديال الكلاودين في العالم، كاينين هاد الشركات ديك الامازون هي الاولى، مايكروسوفت، اي بي ام، جوجل، علي بابا، وعاد لوغيست مارشي. نهضروا على كل وحده فيهم. كاين هاد الامازون الاويس، امازون ويب سيرفيس، هي الاولى في الشركات اللي تتخدم هاد الكلاودين. يعني الغوفينيو ديالها بوحدها كبر من الغوفينيو ديال الثاني والثالث والرابع، يعني الغوفينيو ديال امازون بوحدها كبر من لا سوماسيون ديال مايكروسوفت و اي بي ام وجوجل. باش تعرف الحجم ديال شحال البينيفيس، هذا تلونسات تقريبا في 2006، كتعطي توسكي نورمالمون كلودين، يعني توسكي كومبيوتين، ستوكاج، اناليز داتا، لي باز دوني، ريزو موبيل، يعني اي حاجه نورمالمون عندها مع الفيرتواليزاسيون تلقى عند هاد، تلقاها في الامازون، تلقاها في هاد السيرفيس هذا. دوزيام الشركه الثانيه هي مايكروسوفت. مايكروسوفت يعني تقريبا من 75 من لونسات 2014 تقريبا، حتى هي نيت لونسات، حتى هي لونسات هاد الكلاود ديال لي سيرفيس ديال الكلاود نتاع هي تعطي. كاين الويندوز، ازور، كاين بلوزيوغ بلاتفورم، حتى هي دوت نت، ازور، كاين سوفتوير سيرفيسز، تعطي مثلا اكسشانج اونلاين، تعطي لوفيس كوميونيكيشن اونلاين، مايكروسوفت ديناميك سيرف اونلاين، تعطي الكوش سير كوش ابليكاتيف، تلقى مثلا دبينغ، الويندوز لايف، اوفيس لايف، تلقى التروازيام. كاينه هاد الاي بي ام، دونك اي بي ام نورمالمون هي مكلاسيه التروازيام، تاين تعطي هنايا بلوزيوغ ديال في الكلاود، يعني تعطيك بلوزيوغ سيرفيس نيت هنايا في الموديل ديالها، يعني ولا تعطيك اكثر من 130 سيرفيس يونيك، يعني سيرفيس ابليكاسيون اللي هو غير ديالها، غير ديال اي بي ام بوليسان. كاين جوجل اللي طالعه دابا، اللي واجده دابا تقريبا من 2011، يعني لونسات جوجل كلاود بالفرنش، كل ما عندوش مثلا جوجل كلاود ولا يعني توسكي ستوكاج، توسكي مثلا داتا ستور، الاسكيال، بيكويري، فهي جوجل هي طالعه النت في، يعني شوف دابا في هذه القضيه ديال المشكله ديال الرئيس ديال امازون، واش غادي تبقى هي الاولى ولا غادي تطلع بلاصه جوجل. كاين ابل، تاع ابل عندها ديك اي كلود، وليني اي كلود نيت تقريبا عندها نيتوشكي، دونك تلقى تقريبا بانه يعني مازال عندها غير لو سيرفيس ستوكاج، مازال ما عندهاش دوطخ سيرفيس. دونك شنو تيدير هاد الكلود؟ اما تعطينا مثلا ستوكاج اون لين، ولا تعطينا مثلا كونفيغوراسيون مع لاكسي لي زابليكاسيون اون لين، يعني مبقيتيش محتاج مثلا تيليشارجي لابليكاسيون كلها وتحطها عندك، بالعكس السوفت انك تكون كونيكتي للانترنت فاش ولا عندك اكسي لابليكاسيون. عندك بليزيوغ تيب دو سوفتوير، يمكن لك مثلا تكري مثلا تفيرتواليزي لي زانفراستركتور ديالك. وعندنا دو تيب، عندنا اما البوبليك ولا البريفي، حنا غادي نشوفوهم. مثلا داك الجيميل اللي راك تخدمو، هذاك راه اكزومبل هذاك سيون ابليكاسيون اللي هو الكلاود، هذاك مثلا انت تفتح التليفون ديالك وتمشي تفتح الباوربوينت ديالك، تراك ما انستاليش الباوربوينت، يعني بانه تتكونيكتا مع ديك الساعات لابتي التليفون ديالك، تتكونيكتا مع واحد كلاودين وتعطيك هذاك السيرفيس. موديل كلاود، هاد الكلاود عند الموديل، عندنا اربعة لي موديل، البوبليك والبريفي اللي مشهورين، وعندنا هاد الكوميونيتي هذا، وعندنا الابريد.
البوبليك بانه سي ان ريزو بوبليك يعني الاكسي لتو لو موند. عندك ستان اركيتكتور اللي هو اوفيرت مثلا اكزومبل ديال شي ايميل ولا مثلا ولكن عندك السيكوريتي تتكون شي شويه كاين بروبليم ديال السيكوريتي لحقاش مفتوح بينات تو لو موند كاين لاكسي. كاين البريفيس هنا البريفيس تتكون عاده تتعطى لي زورغانيزاسيون ويمكن لك تكونيكت عليه وليميت يعني تيكون بلوس دو سيكوريتي لحقاش تا ريزو اللي هو اصلا بريفي يعني تيخصك ماشي تتكونيكت باغ اكزومبل الانترنت عاد تدخل لعندو باغ اكزومبل غادي تخدم مع في بي ان ولا تخدم شي حاجه. الكوميونيتي هذا قليل شي شويه مثلا تتكون واحد الجروب ديال لي زورغانيزاسيون تيشكلوا واحد الكوميونيتي وتيتكونيكت على الكلود. ليبريد هاد ليبريد كلود هو تيكون يعني واحد الخلطه ما بين البوبليك ما بين البريفيت كلود. دونك بريفيت توسكي كريتيكال توسكي اكتيفيتي كريتيكال غادي يدوزوها للبريفيت وتوسكي نون كريتيكال غادي يدوزوها للبوبليك. لي موديل اللي كنا تنهضروا عليهم قال لي سيرفيس ديال لي موديل كنا ديك الساس والباس والياس. الساس هي السوفتوير از ا سيرفيس يعني تعطيك واحد لونسومبل ديال لي سوفتوير يعني يمكن الاند يوزر يخدمهم. الباس البلاتفورم از ا سيرفيس هي بروفايد واحد البروغرام اكزيكوتابل يعني تولي عندك تفيرتواليزي البلاتفورم ديالك. والياس لانفراستركتور يعني تعطيك مثلا واحد ديزانفراستركتور مثلا ستوكاج غادي يولي غادي يولي فيرتوال لا بي سي اللي تولي انك تكونيكت على الانترنت وتكونفيغوري البي سي بلا رام اللي بغيتي بالبروسيسور اللي بغيتي كلشي اللي بغيتي سي كوش فيرتوال. اخر حاجه هي لي زابليكاسيون دونك شنو لي سيرفيس نشوفو لي زابليكاسيون. واحد الوقيته كنا تنقولو الانترنت اوف ثينك يعني انترنت الاشياء دابا ولاو تيقولو انترنت اوف ايفريثينغ يعني ما فيش اي حاجه يمكن لك تكونيكت لدرجه بانه كل نهار تلقى مثلا شي واحد خرج شي حاجه مثلا هذا انترن هذه ابليكاسيون ويرايبل يعني تلبس هذا ابليكاسيون بار اكزومبل ديال لاغريكولتور هذا ابليكاسيون ديال التغذيه هذا ابليكاسيون الجرين يعني مثلا نقابلوا الغابات ونقابلوا الدلافين هذا ابليكاسيون ديال الصحه هذا ابليكاسيون يعني ما يمكنلكش تقول مثلا بان غادي نحدد الابليكاسيون ديالها غير في واحد الدومين يعني اي حاجه يمكنلك تكونيكتيها اي حاجه يمكنلك تكونيكتيها دير لها مثلا السنسور وتكونيكتيها للانترنت وديرها للسيرفيس ديالك. حتى دابا لقيت هاد الاناليز هذا ديال الاي او تي اناليتيكس هذا السيت هذا تتم التشكيل ديال الاناليز ديال الاي او تي يعني الديفلوبمون ديال مثلا لي زابليكاسيون ولا لي سمارت سيرفيس لي سمارت سيتي مثلا المدن الذكيه دونك هي اللي تلقى تقريبا 23% كل غادي هاد المدن الذكيه يعني الاندستريال يعني الصناعه يعني البنايات يعني الكارز يعني السيارات يعني مثلا زابليكاسيون ديال السيارات زابليكاسيون ديال مثلا الانيرجي دونك هنا كاين مثلا تكاين هاد داروا هاد الكلاسمون هذا على حساب شحال كاين وشحال الغوفوني وشحال الاستعمالات. وشكرا ونتمنى ما نكونش طولت عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.